طيب نرجع لمباراه الاهلي والمقاولين، طبعا اللي حقق فيها النادي الاهلي ريمونتادا رائعه، ونجح طبعا قفشه في حسم هدف الفوز. نروح دلوقتي للتقرير، نشوف في هذا التقرير بعض التصريحات الاهلي موسيماني خلال المؤتمر الصحفي. موسيماني ايه قال ايه عن مباراه النادي الاهلي مع المقاولين؟ نشوفه مع حضراتكم ونرجع في البيت الكبير. A game of two halves. In fact, I don't know. I don't think it's a game of two halves. I think even the first half, we were the dominant side, but the difference is the goals. They scored two goals from us. هو بيقول كان الشوط في شوط كان الماتش عباره عن شوطين مختلفين، بعد كده قال ما اعتقدش حتى مش شوطين مختلفين، هو ممكن الماتش الاولاني برده كان الشوط الاولاني كان لينا فرص، بس هم جابوا فينا جولين واحنا اهدرنا فرص جات لنا. I believe the first 10 15 minutes we should have scored. اعتقد again. اول 10 دقائق او اول ربع ساعه كان المفروض يسجل. The story of Ali. مشكلة. Correct again. دي قصه الاهلي المعتاد اللي المفروض نصلحها مره ثانيه نشتغل عليها. It happened in Alexandria again, the story of the first 10 15 minutes. We have chances, we are not taking them. حصلت قبل كده في الماتش اللي كان في اسكندريه، الماتش اللي فات مع البنك الاهلي لحقت لنا اول فرص في اول 10 15 دقيقه ما ترجمناهمش الاهداف، ومفروض نبتدي نشتغل على نصلح ده. Yeah, I guess Ali enjoys to play under pressure. اعتقد الاهلي بيستمتع ان يكون تحت الضغط. When it's open and he can score and we are not taking that. But this كل ماتش مفتوح عندنا فرص بتلاح لنا فرص ان احنا نسجل ما بنسجلهاش للاسف. Very dangerous because maybe sometimes we might not come back. Tonight we came back. احنا النهارده الحمد لله رجعنا في السكور وكسبنا، بس ده الوضع ده طبعا خطر جدا، لان ممكن في بعض الاحيان ما تلحقش ترجع تاني في السكور وما ينفعش تكسب. بس طبعا هنتكلم على الجزء الايجابي، الحته الايجابيه ان كانت روح جيده واداء جيد من الفرقه ونرجعنا رجعنا في السكور. ده روح النادي الاهلي، روح الفريق الحمراء. دايما مؤمنين، بنؤمن ان احنا هنكسب المباراه. I've never shouted like this at halftime ever since I came here. اعتقد ما شوتت تونايت. ما زعقتش بين شوطين من وقت ما جيت مصر زي ما زعقت النهارده بين الشوطين الاول والثاني في اوضه اللبس. I always like to keep calm. بحاول دايما ابقى هادي بين الشوطين. But tonight I was shouting inside the بس النهارده كان غصب عني كان لازم ازعق يعني عشان يعني الشوط الاولاني ما كانش. And I must give credit to my technical team. طبعا لازم ادي رصيد ولازم اشيد بالجهاز الفني بتاعي. We made strange decisions to change the tactics. عمال اخذنا قرارات غريبه شويه فغيرنا بيها خطه الماتش. We were arguing a lot. وعملنا حاجات مختلفه كتير. But it's positive argument. بس كانت حاجات كلها ايجابيه، كانت كلها ليها يعني تبعات ايجابيه. Three times in the second half. في الشوط الثاني غيرت التشكيل، طريقه اللعب ثلاث مرات. We had to go because we want to score. We need two goals. We don't have enough time. كان لازم نكمل لان كنا طبعا يعني بنشتغل ضد الوقت، كنا ما كانش في وقت كافي وكنا المفروض نسجل في اسرع وقت، فكان لازم نعدل كل شويه الخطه عشان تبقى ليها فعاليه هجوميه ونكسب. We have to go play as an eight and put Marwa and Sharif two strikers. يعني طلع قفشه بيلعب مركز نمره 10 لعبه مركز نمره 8 وحط اثنين راس حربه صريحين شريف ومروان. And we got Tarek. ونزل طاهر برضه اتحرك وسجلنا تغييرات اسفايت عن يعني اللعيبه اللي نزلت جابوا جونين من الثلاثه، واعتقد بالتالي كانت تغييرات كانت فعاله وساعدتنا. And then once we scored the third goal, the second goal, I went up with three now at the back. I changed the formation and put Handy center back. بعد سجل بقى خلاص اطمن على الماتش وحط الجون الثالث، جاب الجون الثاني والثالث وطلع المباراه، غير طريقه المباراه، لعب ثلاثه ورا وحط حمدي ورا سرد باك. حمدي اشرف هاني. حمدي وايمن اشرف وهاني لعب بيهم ثلاثه ورا بس، لما خط دفاعي ثلاثه. 3 4 3. بعد ما سجلنا رجعت ثاني لاربعه، طبعا كانت التغييرات كلها من خلال نتيجه المباراه هي اللي بتملي عليه التغييرات في شكل خطه المباراه. وعلي لطفي ما لعبش وحش النهارده. وطبعا غصب عنه. لان ما كناش بندافع كويس، فالهدف الهدف اللي دخلوا فيه كان ما كانش خطا منه يعني. That's football. Football has got thrillers and yeah, that's it. That's the
وده يعني جزء من قوية كرة القدم. واعتقد انا اديكم يعني كده موجز للي حصل مباراة النهارده. برضه ما اعرفش، هتبص تاني لما ارجع البيت هشوف كان في ضرب جزاء لينا في ناس قالوا ان في ضرب جزاء لينا في الشوط الاولاني وما شافهاش كويس من مكان ما هو كان قاعد، بس هيرجع يبص عليها. مش عارف كان في ضرب جزاء لينا ولا لا في الشوط الاولاني. ما بحبش اعلق على التحكيم. طبعا تصريحات مهمه جدا جدا نختصر فيها الكلام لموسيماني، نركز في جزء كبير جدا على الشوط الاولاني على الفرص الضايعه، ان احنا خلقنا فرص للتهديف وكان لازم نسجل، وخاصه لما بنسجلش في الشوط الاولاني بتبقى عندنا مشكله في الشوط الثاني. ده جزء مهم جدا، تواصل هذا عدم التسجيل رغم خلق الفرص الكبيره، استمرار لمباراه البنك الاهلي اتكلم عليها وان شاء الله يشتغل عليها مع اللعيبه، لان ده مهم جدا جدا انك تحسم المباراه او على الاقل تسجل اهداف طالما بتخلق فرص. الجزء الثاني اللي اتكلم عليه جزء ان هو اول مره يزعق، لا زعق، انت لازم تزعق. يعني موضوع ان المدير الفني اول مره زعل اللعيبه بين الشوطين، يمكن عارفين شخصيه موسيماني شخصيه هاديه شويه، لكن في وقت من الاوقات لازم يزعق فيها ويزعق بصوت جامد جدا، لازم يكون في وقفه وشده للعيبه لازم تكون موجوده. موسيماني مدرب قدير، مدرب محترم، عمل الشوط الثاني بشكل اكتر من رائع زي ما شفتوا حضراتكم، تغيير خطه اللعب بما يناسب مجريات المباراه ادها بشكل اكتر من رائع. لازم كمان يكون في حزم في المواضيع اللي لازم يتكلم فيها بصوت عالي، والنهارده حصل الكلام ده وهو بيقول ان انا اول مره زعق لعيبه النادي الاهلي ما بين الشوطين. لا، ده لازم يتكرر مره واتنين في الاوقات الصعبه اللي بتحس ان الفرقه فيها ممكن محتاجه دوت، لازم تعمله وبدا بيها النهارده. الجزء الايجابي كمان يا سهام بالنسبه لتصريحاته انه بيتكلم على محمد شريف، تغيير اللعب بالرغم كمان ان مش ده الاتفاق، والهارموني مع الجهاز المعاون اتكلم عليه بشكل اكتر من رائع، ان هم اتكلموا. انت عارفه بيكون في سيناريو قبل المباراه الجميع متفق عليه، انك تغير السيناريو دوت من خلال من خلال نتيجه المباراه وتغير طريقه اللعب بالتعاون مع الجهاز المعاون، ده كمان شيء ايجابي جدا لازم نشيد بيه بموسيماني، لان في بعض المدربين ما بتسمعش للمساعدين وبيبدا يصر على رايه. لا، احنا عندنا جهاز معاون على اعلى مستوى، بنتكلم على ينكون، بنتكلم على كمان كابتن سامي قمصان، فكل ده ايجابيات. لكن من المؤتمر الصحفي شايفين ان شاء الله باذن الله يعني الاخطاء اللي حصلت خاصه في الشوط الاولاني ومباراه البنك الاهلي شايفها قوي، موسيماني شايفها كويس قوي، هيعالجها باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. هو ده اللي طول الوقت طبعا اكيد الجهاز الفني بيعمله. فتصريحات مهمه جدا لموسيماني، والحقيقه لازم نقول انه قدم مباراه قويه جدا خاصه في الشوط الثاني النهارده، اسعدت جماهير النادي الاهلي.